من رد فعل الفريق الآخر، وهذا شيء طبعا منطقي نظرا لأهمية اللقاء ونظرا كذلك لأن أنصار الفريقين طبعا ينتظروا الكثير من هذا اللقاء، وينتظروا كل فريق أنصاره ينتظروا منه الكثير. زكري طويلة ويسجل هدف، ويسجل هدف حاج عدلان. زكري طويلة وحاج عدلان يضغط الدفاع، دفاع مولودية الجزائر، ويسجل الهدف الأول لصالح اتحاد الجزائر العاصمة. إذا هدف قلت قبل قليل كان كل فريق متخوف، وهذه الإعادة وزكري فتحة طويلة ناحية ومليحة، شاف أنه حاج عدلان وحده ويسجل الهدف حاج عدلان. إذا هدف مقابل صفر لصالح اتحاد الجزائر العاصمة في 7 دقائق الأولى من الشوط الأول. إذا هدف كان مباغت بالنسبة لعناصر دفاع مولودية الجزائر بعد ما تهاون نوعا ما دفاع المولودية. إذا هدف مقابل صفر وحاج عدلان على الصفر، وفرحة كبيرة لدى جمهور اتحاد الجزائر العاصمة اللي قلت انه يتمكن من تسجيل. العاصمة والفريقين معروفين، محاولة لصالح من؟ لصالح حاج عدلان، تخرج الكرة للتماس لصالح مشري، مشري بشير ناحية ميراغا، ميراغا نزف أو سلاطني يقذف، والكرة تروح لحاج عدلان أمام بن عيسي. مليحة من حاج عدلان، محاولة يفتح حاج عدلان. حقيقة كان حاج عدلان اليوم رائع كثير في هذا الشوط الأول. هذا حاج عدلان يتفوق أمام نزاف، يدخل منطقة العمليات، يحاول وتدخل عدلان. شوف حاج عدلان ما وجدش مقاومة كبيرة من المدافعين ويتدخل، وخطير خطير جدا، وكان سجل أمام الكابلار أمام في كأس إفريقيا أو في كأس إفريقيا لرابطة الأبطال. طويلة ناحية حاج عدلان وحده أمام ليحة بالعقب وزكري، زكري حاج عدلان، حاج عدلان ربما راح يضيف الهدف الثالث. لا كاد يضيف الهدف الثالث، كاد يضيف الهدف الثالث، ومعاناة كبيرة في صفوف مولودية الجزائر، معاناة كبيرة جدا في صفوف مولودية الجزائر. وشوف حاج عدلان اللي كان كاد ليسجل الهدف لولا التدخل الموفق للحارس عدلان، اللي عنده يعني في الحقيقة لعب دور كبير بعد ما لاعبين في لقاء لقائهم أمام الرائد يوم الخميس الماضي أمام شباب قسنطينة، ويتفوق فريق مولودية الجزائر ب3 أهداف مقابل 0. محاولات طارق غول، يحاول يقذف، ربما يقذف قذفة قوية ويعلم، والهدف الرابع، والهدف الثالث عفوا، الهدف الثالث لصالح حاج عدلان. حاج عدلان اللي كان قريب كثير من النقطة يسجل الهدف الثالث لصالح اتحاد الجزائر العاصمة. هدف ثالث بعد المحاولة مقلت أو قلت أن طارق غول عنده قذفات قوية، وقذف فعلا قذف قذفة قوية جدا، خلعت سجلها الحارس، سجلها الحارس لكن كانت قوية وما شكاش مليح. حاج عدلان بكل سهولة يسجل الهدف الثالث. إذا لعب مقابلة ممتازة للحاج عدلان، 3 أهداف كاملة لصالح اتحاد الجزائر. خوني خوني لحاج عدلان، رأس الحربة لحاج عدلان، كل مرة نجدوه وراء الكرات الخطيرة حاج عدلان. ممتاز، 1-2. شوف صباح يلعب بكل ارتياح طبعا نظرا لأن فريق اتحاد العاصمة تفوق ب3 أهداف كاملة
مقابل هدف واحد. والكرة تدور من جانب واحد لصالح اتحاد الجزائر. حمدود حمدود من ناحية من لصالح مهداوي. مهداوي على الجهة اليمنى يفتح ناحية لا الفتحة تاعه كانت ضعيفة طبعا نظرا لهدف مقابل صفر. محاولات طارق غول يحاول يقذف ربما يقذف قذفة قوية والعلام والهدف الرابع الهدف الثالث عفوا الهدف الثالث لصالح حاج عدنان. حاج عدنان اللي كان قريب كثير من النقطة يسجل الهدف الثالث لصالح اتحاد الجزائر العاصمة. هدف ثالث بعد المحاولة قلت ان طارق غول عنده قذفات قوية وقذف فعلا قذف قذفة قوية جدا خلعت سجلها الحارس سجلها الحارس لكن كانت قوية وما شكاش مليح حاج عدنان بكل سهولة يسجل الهدف الثالث. لأن لعب مقابلة ممتازة ثلاث أهداف كاملة لصالح اتحاد الجزائر. هوني أمام الكافلر أمام في كأس إفريقيا أو في كأس إفريقيا لرابطة الأبطال حطويلة ناحية حاج عدنان وحده أمام ليها بالعقب وزكري زكري حاج عدنان حاج عدنان ربما راح يضيف الهدف الثالث. لا كاد يضيف الهدف الثالث كاد يضيف الهدف الثالث ومعاناة كبيرة في صفوف مولودية الجزائر معاناة كبيرة جدا في صفوف مولودية الجزائر. وشوف حاج عدنان اللي كان كاد ليسجل الهدف لولا التدخل الموفق للحارس عدنان اللي عنده يعني في الحقيقة لعب دور كبير بعد ما لاعبين في لقائهم امام الرائد يوم الخميس الماضي امام شباب قسنطينه ويتفوق فريق مولوديه الجزائر بثلاثه. من رد فعل الفريق الاخر وهذا شيء طبعا منطقي نظرا لاهميه اللقاء ونظرا كذلك لأن أنصار الفريقين طبعا ينتظروا الكثير من هذا اللقاء وينتظروا كل فريق أنصاره ينتظروا منه الكثير. زكري طويلة ويسجل هدف ويسجل هدف حاج عدنان. زكري طويلة وحاج عدنان يضغط الدفاع دفاع مولودية الجزائر ويسجل الهدف الأول لصالح اتحاد الجزائر العاصمة. لأن هدف قلت قبل قليل كان كل فريق متخوف وهذه الإعادة وزكري فتحة طويلة من ناحية ومليحة شاف أنه حاج عدنان وحده ويسجل الهدف حاج عدنان. إذا هدف مقابل صفر لصالح اتحاد الجزائر العاصمة في سبع دقائق الأولى من الشوط الأول. إذا هدف كان مباغت بالنسبة لعناصر دفاع مولودية الجزائر بعد ما تهاون نوعا ما دفاع المولودية. إذا هدف مقابل صفر وحاج عدنان على الصفر وفرحة كبيرة لدى جمهور اتحاد الجزائر العاصمة اللي قلت أنه يتمكن من تسجيل العاصمة. والفريقين معروفين محاولة لصالح من لصالح حاج عدنان تخرج الكرة للتماس لصالح مشري مشري بشير ناحية ميراغا ميراغا نزف وسلاطني يقذف والكرة تروح لحاج عدنان أمام بن عيسي مليحة من حاج عدنان محاولة يفتح حاج عدنان. حقيقة كان حاج عدنان اليوم رائع كثير في هذا الشوط الأول. هذا حاج عدنان يتفوق أمام نزاف يدخل منطقة العمليات يحاول وتدخل عدنان. شوف حاج عدنان
ما وجدش مقاومة كبيرة للمدافعين ويدخل، وخطير خطير جدا، وكان سجل في